اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اولى حلقات برنامج ساعه مع جهاد. برنامجنا اجتماعي شامل، هنناقش فيه كل الموضوعات اللي بتخص الاسره والمجتمع. لا مش بس كده، لا هنتكلم في كل المشكلات وهنحاول ان احنا نحط لها حلول ونحاول نعالجها. هدفنا ان احنا نوصل المعلومه بابسط واسهل طريقه. هيكون معانا ان شاء الله في حلقتنا النهارده سيده اقل ما يقال عنها المراه الحديديه، للي عندها من إرادة وعزيمة رغم قولة إن هي توصل رسالتها في الحياة، وكان ليها دور، مش بس دور، لا دور مهم كمان، فهي كانت السبب في تعيين أكتر من 2000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم في الشركات والمؤسسات. هيكون معانا الأستاذة منى الشاعر، مسؤولة تشغيل ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة القوى العاملة. وكمان هيكون معانا في الفقرة الثانية، هنتكلم فيها في الفقرة الثانية إن شاء الله هنتكلم فيها عن شباب التيك توك وشباب اليوتيوب. طبعا الفترة الأخيرة دي سمعنا عن البلاغات اللي اتقدمت وفي مشاهير التيك توك بسبب المحتوى، هنقدر نقول إن هو محتوى هابط. في بلاغات اتقدمت في مشاهير التيك توك ومشاهير اليوتيوب وكانت المحتوى بتاعها مش كويس، وده طبعا لغياب الأسرة. احنا يعني ده سؤال هنا بيقول ان احنا فين الأسرة من ده كله، يعني الأسرة فين واحنا شايفين شبابنا بيقدم محتويات وفي أطفال بتتفرج عليها ومفيش وعي، مفيش وعي من الأسرة. فاحنا النهاردة هيكون معانا خبير، الأستاذ وائل الكوميلي، خبير تنمية بشرية وتعديل سلوك. نروح لفاصل ونرجع مع أولى فقرتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا معانا الأستاذة منى الشاعر. برحب بيك يا أستاذة منى، أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك حبيبتي. وكنت حابة الأول تعرفي نفسك. مسؤولة تشغيل مكتب عمل أكتوبر والشيخ زايد، مسؤولة عن كل ما يخص ذوي الهمم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. في البدايه عايز اعرف من حضرتك ازاي بيتم التنسيق ما بين ذوي الاحتياجات الخاصه وما بين الشركات والمصانع؟ هو عن طريقنا احنا كمكتب عمل، احنا بنتكلم مع الشركات. الشركات بتجيب لنا حاجه اسمها نشر التوظيف بتاع كل شخص، وبيبقى في نسبه مطلوبه من 5%، فاحنا بنقدم لهم الناس اللي ايه اللي هم ال 5% اللي بيقدموا لنا، بنوجههم على طول للشركات اللي هي محتاجه. تمام. طب بيتم التوجيه ازاي؟ مؤهلات ايه؟ خبرات ايه؟ يعني بيبقى في تنسيق ما بين حضرتك وما بين الشركه؟ بالظبط كده. تمام. طب هل بيبقى في برنامج تدريبي او تاهيلي لذوي الاحتياجات؟ من ناحيه الشركات لا. من ناحيتنا احنا كوزاره القوى العامله بيبقى في اماكن تاهيل للناس. تمام. دي. طيب هل في شروط معينة عشان خاطر لو حد عايز يشتغل او حاجة زي كده بيبقى في شروط معينة بالنسبة لذوي الهمم؟ لا، هو لازم يبقى هو ايه، الشركة بتبقى لازم تستوفي النسبة، ما فيش اي شروط من ناحيتها او من ناحيتنا، فيش اي مشاكل. طب ممكن تكلمينا لو حد عايز يشترك مع حضرتك هيكون ازاي؟ هو عن طريق التليفون بتاعي بيكلموني، هم محتاجين ان هم يشتغلوا معانا تبع الشركة، او ان احنا عايزين مثلا ياخدوا راتب. في ناس بتبقى مش قادره تشتغل وبيطلبوا ده، ان ما عندهمش مثلا ايه استعداد يروحوا ويجوا، فبنعمل لهم حاجه زي مرتب شهري وهم قاعدين في البيت. انما اللي عندهم طاقه مثلا عايزين يخرجوا عايزين يشتغلوا، بننسق مع الشركه بنعينهم، بنعمل لهم جواب ترشيح بنعينهم. تمام. طب هل بيبقى في تخصصات محدده ولا كل التخصصات متاحه عادي؟ لا، كل التخصصات. يعني مش تخصص معين؟ لا لا. تمام. طيب من خلال خبرتك واحتكاكك بذوي الاحتياجات الخاصة، ايه اكتر المشاكل اللي بتواجههم؟ مشاكل كتير. زي ايه يعني مثلا؟ هم اصلا يعني انا منهم، الرصيف الشارع مش مهيئ لنا، مطبات يعني انا احنا داخلين دلوقتي مش عارفه ادخل ماشي. حاجه تانية يعني اللي بيتعينوا في الشركات لازم يبقى في حاجه اسمها اسانسير لهم، حمامات مهيئة لهم ماشي. حاجات كتيرة بتواجهنا، يعني بنبقى عايزين المسؤولين يبصوا للنقطة دي. طب حابة أسأل حضرتك سؤال، هل في حد من الناس اللي حضرتك وظفتيهم هناك أو كده واجه مشكلة تنمر أو حاجة من زمايله في الشغل معاك؟ كتير. طب
ممكن حضرتك طب تقول لنا حاجة أو مثلا مشكلة حصلت زي كده؟ من الناحية دي بتواجهنا كلنا، بس احنا كذوي همم ما بنبص لهاش. او انا هتكلم عن نفسي، ولا كأني شايفاها ولا بصلها ولا اي حاجة. تمام، تمام. يعني هو كده كده انا ثابتة وجودي، وثابتة انا عارفة انا بعمل ايه، وبصة قدامي خلاص. اللي يبص بقى البصة كده، بصة كده، مفيش من ناحيتها اي مشاكل يعني. طب احنا عايزين نلقي الضوء كده على مشكلة حصلت، وعايزين نشوف علاجها، عشان بس لما يكون في حاجة زي كده المشاهدين طبعا معانا وهم بيتفرجوا علينا يعرف يتعامل معاها ازاي. مشكلة الرقابة على الشركات من ناحية التوظيف ذوي الهمم، لازم يبقى في رقابة، لأن الشركة اللي بتوظف عشان تستوفي النسبة اللي احنا بنطلبها. يعني احنا بنبقى حاجة أداء ضغط عليهم، تمام. واخدة بالي؟ فهم لازم يبقى في رقابة، طيب ضغط ازاي يعني؟ ان احنا لازم لو ما مش هتعينوا 5%، في حاجة اسمها غرامات، ماشي؟ لازم ننزل ونعمل تفتيش، ولازم نشوف الشركة اللي عاملة النسبة والشركة لا اللي هي مش مستوفية النسبة دي. تمام. طب فاحنا سمعت ان حضرتك طب نفسيين، ممكن حضرتك تكلمين عنها شوية؟ هو انا كنت بتكلم عنها الصبح، احنا الحملة دي على اساس ان احنا نوجه الاسر اللي هي عندها طفل من ذوي الهمم، ازاي تعامله وازاي تهيئه ان هو يخرج للمجتمع ويبقى جاهز للتعامل مع الناس. تمام. تمام. ليه بقى؟ لان الطفل دوت طول ما هم قافلين عليه مخبيينه، مش عارف يعمل اي حاجه. تمام. فاحنا عايزينه يخرج ويشتغل ويحس ان هو يقدر يدي في المكان اللي هو فيه، هيبقى كويس جدا واهله هيبقى كويسين معاه. انما هم لو عملوه بطريقه مش حلوه بيطلع من جواه تعبان، اسره الاب والام واخواته كده يحسسوه ان هو ما فيش اي حاجه. فاحنا عايزين يبقى ده توعية للايه، للأسرة نفسها. حضرتك بيكون في تواصل ما بينك وما بين الأسرة اللي هي مثلا أصحاب ذوي الهمم أو ذوي هو الاحتياجات احنا الخاصة؟ لسه الكيان ده بنعمله، وده حاجات انا لسه برتب لها الفترة اللي جاية ان شاء الله. إن شاء الله ان بإذن شاء الله. الله. تمام. طب لو حد حابب إن هو يبقى مشارك مع حضرتك في الكيان ده يعمل إيه؟ يتصل بيا وانا اشوف افكاره، واشوف هل هو هيدي الكيان ده حاجة جديدة. هرحب بيه، مفيش أي مشاكل، يا ريت هيساعدنا. طب في برامج تأهلية ما بين وفي بس على النطاق الضيق بقى، يعني ايه، لسه ما وسعتش الموضوع قوي يعني. طيب في حاجات جديدة حضرتك انت مجهزاها او ناوية تشتغل عليها الفترة اللي جاية؟ هي كل ما يخص أي حاجة تخدم ذوي الهمة، أي حاجة من ناحية تعليم، زي ما قلت لك توعية للأسرة، تجهيز مثلا مساعدة زي الأجهزة التعويضية، الكراسي المتحركة، كل ده إن شاء الله في دماغي إن أنا أعمله. حضرتك انا بسميك المرأة الحديدية. ربنا يخليك. ليه؟ لان ميرسي. شايفة عندك عزيمة وإرادة حلوة، الحمد يعني لله شايفة ان حبيبي. حضرتك لا شايفة بكرة بنظرة تانية. الحمد وانا لله. بتمنى ان كل اللي شايفنا من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصة ان هو فعلا يبقى عنده الإرادة. وحضرتك يعني طبعا غالبية الناس اللي هي بتبقى مثلا من اصحاب من ذوي الهمم او بتاع بيبقى بصي اللي هو خايف ان هو يتعرض لمجال مثلا بره اللي يقول لك في تنمر في كده، فخايف كده. عايز اعرف حضرتك واجهت الناس دي ازاي؟ هو انا كل حاجه كنت بشوفها وبحس بيها كان دافع ليا ان انا اكون بصه لقدام وابقى احسن. فانا بشكر الناس دي. هو انا بشكرك على عزيمتك وارادتك دي والله، الحمد وانا لله، ربنا يخليك حبيبي. مبسوطه ان حضرتك انا شرفتينا سعيده النهارده وانا وكنتي اكتر، معانا ربنا يبارك. ونورتينا فقرتنا ميرسي يا النهارده. حبيبتي، ميرسي، شكرا. وبكده اعزائي المشاهدين خلصت فقرتنا الاولى، ونتمنى ان حضرتكم تكونوا استفدتوا معانا واتبسطتوا معانا. انا عن نفسي اتبسطت مع الاستاذه انا منى. والله اللي مبسوطه جدا. ونروح لفاصل ونرجع مع الفقرة الثانية مع الأستاذ وائل الكوميدي.